لها سؤال. هذه السائلة من الأردن تقول: فضيلة الشيخ، يقول بعض الأطباء بأن الفتاة إذا تزوجت في سن مبكرة بأنه سيحصل لها أمراض لها ولأطفالها مستقبلا، وبأنه يجب عليها الزواج في سن 30، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام باطل، ولا بأس أن تتزوج الفتاة وهي صغيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم عقد على أم المؤمنين عائشة وعمرها 6 سنوات، دخل بها وعمرها 9 سنوات، وهذا أحسن للفتاة من كونها تضيع أول عمرها إلى 30 سنة. هذا كلام باطل ولا يجوز تصديق هذا الكلام. نعم.